بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد، اليوم الخميس 15 من شهر اكتوبر لعام 2020 تم استلام الدفعه 15 من لحوم الاضاحي وقدرها 3 أطنان، فيكون اجمالي ما تم استلامه وتوزيعه في مديريه اوقاف القناة 56 طنا لتوزيعها على الادارات الفرعيه على الاسر الاولى بالرعايه بناء على توجيهات معالي الاستاذ الدكتور الوزير حفظه الله ورعاه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. في اطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزاره الاوقاف تحت رعايه معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، تتسلم مديريه اوقاف اسوان 4 طن من صندوق الاضاحي توزيعها على الاسر الاولى بالرعايه، ليكون اجمالي ما تسلمته مديريه اوقاف اسوان الى الان 29 طن، وكل عام وانتم بخير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد، اليوم تتسلم مديريه اوقاف اسيوط الدفعه رقم 15 من لحوم صكوك الاضاحي وقدرها 3 طن، ليبلغ اجمالي ما تسلمته المديريه حتى هذا التاريخ 56 طن من لحوم صكوك الاضاحي، وذلك لتوزيعها على الاسر الاولى بالرعايه بمحافظه اسيوط بناء على توجيهات وتعليمات معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف. ونسال الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على آله وصحبه واجتمع. اليوم وصل إلى مديرية أوقاف سوهاج كمية لحوم 3 أطنان، ويكون قد وصل بهذه الكمية إلى مديرية أوقاف سوهاج 56 طن من لحوم صكوك الأضاحي. وهذه الكمية ستوزع على الإدارات الفرعية من أجل توزيعها للقرى الأشد احتياجا والنجوع والكفور، من أجل أن نسعد الناس بهذا الخير الوفير الذي تتفق من وزارة الأوقاف على سوسر الأوقاف والسكان. ونشكر الله عز وجل بسم الله وكفى، وصلاة وسلاما على أعدائه أما بعد، اليوم الخميس الموافق 15/10/2020 وصلت إلينا سيارة اللحم من وزارة الأوقاف المحملة ب3 أطنان، حتى وصل مجموع الذي وصل إلى محافظة المنيا الآن 56 طن، ونشكر معالي الأستاذ